نيابة عن اللجنة المنظمة لسباق صملة 2018 نتقدم بالتهنئة للفائزين جميعاً. صملة من 29 مارس إلى 1 أبريل. من أهم الأهداف التي تم وضعها لسباق صملة هو بناء جيل من الشباب القطري لائق بدنياً يتمتع بالقدرة والصبر قادر على تحدي المستحيل. وقد أثبت الشاب القطري اليوم أنه لا يحتاج سوى فتح المجال والدعم ليثبت للعالم أنه لا وجود للمستحيل في قاموس دولة قطر. لقد أصبح سباق صملة أكثر السباقات إثارة وشعبية، وهو ما يثبته حجم الإقبال المتزايد من قبل الشباب القطري على المشاركة فيه عاماً بعد عام، كما أنه يحقق نجاحاً ملحوظاً يشهد به الجميع سواء من حيث التنظيم أو المشاركة أو التنافس والنتائج، مقدماً أروع الأمثلة في الكفاءة والقدرة والتحمل. وهذا ما تسعى إليه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة التي دأبت على المساهمة في دعم مختلف الفعاليات التراثية المستمدة من صميم أصالتنا. بطل للعام الثاني على التوالي فيصل بن حسن القحطاني. صملة سباق لم ولن يستطيع أحد من المتسابقين وعلى رأسهم أنا أن نوضح لكم مدى المعاناة والألم الذي واجهنا على طول المسافة والمعضلات التي فيها مع كل خطوة ألم وإجهاد ومعاناة في كل موضع من أجسامنا أخذ نصيبه من الألم. أوعدكم بإذن الله السنة القادمة إن أعطانا الله العمر الطويل في صملة 2019 نفس المسافة ونفس المعضلات أن أنجزها في أقل من 19 ساعة بإذن الله ولكل ليل فجر. مسابقات صملة مش فقط نشاط رياضي وعطاء وجهد، مسابقات صملة أيضا أشياء معنوية وأشياء أيضا تخص الذهن والتفكير.